موضوع ديال المنح لا ديال المجلس البلدي ولا ديال المجلس الاقليمي، يعني غادي نهضروا على المشاكل اللي عندنا هنا في اقليم سلوان. غادي نبداو، يعني حنا دوزنا العام، كنشكروا اللاعبين، كنشكروا المكتب المسير اللي ساندنا العام كامل، كنشكر الاعضاء كامل اللي ساندوني وخدموا معايا، كنشكروا اللاعبين لا اللي من منطقه الناظور ولا اللي من وجده ولا جميع اللاعبين اللي لعبوا معنا وخدموا معنا وخدموا بكتف، يعني خدموا على القميص قبل ماده، داروا واحد الفرقه بحال اللي ولاد الناظور، يعني فرقه منسجمه وحمروا لنا الوجه. وكنشكر الاطراء ريفمان اللي العام كامل خرجت معنا فين ما وساندتنا، وكنشكرهم على المنبر، وكنشكروا الدرك الملكي والسلطات المحليه ديال سلوان، وكنشكروا كاع الناس ساكنه سلوان اللي كيتابعونا في المواقع الالكترونيه ولا اللي كيخرجوا معنا، كنشكرهم كاع اللي كيبغي نهضه شباب سلوان وعندو الغيرة على هاد الفرقة هادي، كنشكروه. حنايا دوزنا واحد العام، يمكن دوزيام ديفيزيون ولا، يعني دوزنا واخا حنا لاعبين غير في العصبة الشرق، دوزنا واحد العام صعيب بزاف. وكنشكر الفرق اللي لعبوا معانا ديال الجهة الشرقية كامل، وعلى رأسهم الهلال الناظوري ولا المكتب المسير ديالهم كما كان الهلال الناظوري ديالنا وجارنا، وكي يحمل بطاقة ديال إقليم الناظور كي كان نفدوها حتى حنا، يعني كاين 11 كيلومتر بين الناظور وسلوان. كنشكرهم على المنبر، وكنشكرهم على الثقة اللي داروا في المكتب المسير ولا في اللاعبين، حتى هما كانوا كيلعبوا على الورقة الصعود، ما كتب لهم شد العام هذا، كنتمنى لهم العام الجاي ان شاء الله يديروا حتى هما، حنا الا قدينا شي حاجه نعاونهم ماشي مشكل، لحقاش كما كان حنا الاقليم الناظور عندنا عماله وحده وعندنا عميل واحد وعندنا مملكه وحده، خص واحد يعاون الاخر من هذه الناحيه. والناحيه اخرى غادي نرجعوا المشاكل ديال المنح ديال المجلس البلدي. المجلس البلدي كان عندنا مشكل، كنقولوا يمكن لرئيس المجلس البلدي حسن الغريسي، يمكن هو عنده المشاكل بين 19 و 7، كنحملوا المسؤوليه الرئيس ديال المجلس البلدي، ولكن منين بقينا كنتابعوا كنشوفوا كنحضروا معاهم في الاخر في الدوره ديالهم اللي كيديروها كل 15 يوم، لقينا المشاكل. يعني من 19 حنا ما غاديش نتهموا 19 كاملين، ولكن لقينا المعارضه هي اللي كتعرضنا في المنحه. هو المجلس البلدي راه خدام وباقي له 3 سنين راه خدام. حنا قلنا 2018 سمشات لنا المنحه سكتنا وما مشاتش للجمعيه، مشات يعني انا اللي خسر فلوسي، يعني هاد العبد الضعيف اللي كتشوفوه هو رئيس نهضه شباب سلوان، هو اللي كافح بالمال ديالو الخاص ماديا ومعنويا، شفنا دازت فيا انا، قلنا له ما نتعيبوا لا مع هاد الطرف ولا مع الطرف الثاني، حنا ما كنتهموا حتى واحد، ولكن كنهضروا في الاطار ديال القانون، المجتمع المدني ديال سلوان، وعلى نقطة هاد العام هذا ما كاين حتى شي دوري، زغنان عنده الدوري، ناظر عنده الدوري، العلوي عنده الدوري، إلا سلوان ما عندوش الدوري ديال كرة القدم، علاش؟ على حسب الجمعية تاع نهضة شباب سلوان، حنا على حسب البلدية، على حسب حنايا كنقولوا لهم بين 7 ولا 19
ينوضوا زعما يكونوا كلشي يد واحده باش ينوضوا يساندوا هذا الفريق. وهذا الفريق غادي نعم سيدي الموسم المقبل كتسدنا مقابله البطوله قويه من القسم الوطني الثاني هوات. خصنا بزاف نتاع المشاكل دابا الملعب ما عندناش وخصنا فين غادي نلعبوا نبقاو نلعبوا برا ونحرموا الجمهور ديالنا وينوضوا نعم سيدي يديروا في اليد وشوفوا كي غادي يديروا يعطيوا الدعم لهذه المنحه لهذا الفريق ويدعموهم علاش واحد اليد ما تصفقش. وثانيا اللي كنقولوا دابا الجروب اللي غادي نلعبوا فيه كاين 16 فرقه و16 فرقه راه فيها بين تطوان وخنيفره وفيها بزاف تاع المسافه وكاين اللعابه اللي غادي يجيو من برا والفرقه ماشي بحال بروميان اللي كان الفرقه اللي نتاع المبتدئ اللي كنلعبوا فيها راه اللاعب اللي غادي يجي لك يسني لك بجوج مليون حتى 3 مليون نتاع بريم سينياتور وعنده الصالير ديالو راه الدار فين غادي يسكنوا وكاين عندك المدرب في المستوى وكان عندنا بزاف المصاريف ومنا كنقول لهم الله يهديكم بين 19 و7 ينوضوا اليد في اليد وما يشوفوش عندهم شي الاخر انتقام على حساب شي واحد. حنا دابا الفرقه نتاع المكتب النهضه راه هذه الساكنه نتاع سلوان ونوضوا ندعموا هاد الدراري باش هاد الدراري ما يمشوش للشوارع ويمشوا يعطوها للخمور والحشيش باش كنردوهم للملعب باش يكونوا رياضيين. وثانيا حنايا حنا راه رياضيين وعلى حسب المجلس الاقليمي، المجلس الاقليمي النهار اللي طلعت زيو ناض لغال زيو وزيو طلعت نقولوا لهذاك القسم دعمهم كمنحه والفريق طلع الدوزيام هوات. ما بقيت انا كنخمم بهذا الشيء بحال اللي حنا ما كانش واش ولا الفريق راه عنده قسم وطني الثاني هوات حتى هو طلع راه عنده خص اليد نتاع المعاون المجلس الاقليمي ماشي دابا غادي يقول لها هذا ما بغاش هذا ولا هذا. انت رئيس المجلس الاقليمي تنوض كي درت لصحاب جاي ودرت لصحاب سلوان وتشجع الرياضه والكل في المستوى. وثانيا نعم سيدي حنا اللي بغينا غادي تنوضوا تعاونونا على حساب هذا الفريق راه دابا كاين مسافه كبيره وكاين الميزانيه كبيره اللي كتستناو وعلى حساب جيرونا الحي الصناعي وكاين واحد الاخر نتاع الشركه اوتو هول هي غادي دير سبونسور غادي تنوض باش تعاون هذا الفريق وما يكون شويه منا وعلى حساب الرئيس وعلى حساب المكتب اللي غادي يكون وان شاء الله غادي تكون الفريق يمشي لقدام. البلوكاج اللي كاين عندنا هنا في المجلس البلدي هو اللي خرج على المجتمع المدني ديال سلوان وبقينا تبعنا وهاد الدوره هادي اللي صادقوا صافت سيد العامل اقليم الناظور ديال الميناء والنقطه ديالنا هي اللي كانت الاولى ديال الميناء ديال الجمعيات مشينا نحضروا على دليل لقينا 7 جات و19 ما جات 19 ما جاتش وعلى دليل درت واحد الاخر تماك في المجلس البلدي اللي كان محمد الشلقي دار لنا واحد الفيديو تماك هضرنا واخا حنا ما عندنا مشكل حتى مع شي طرف حنا كنهضروا على حقنا. المجلس البلدي شكون اللي داروه تماك؟ داروه مواطنين. خصنا نوريو الراي العام، الراي العام يعرف شنو فاش كنعيشو في سلوان. الراي العام خص ضروري هاد الشيء هذا يعرفوه. يا الساكنة سلوان تعرف على من كتصوت لحقاش هاد الشيء هذا ما نقدرش نسكتو عليه. شكون اللي كيضيع؟ انا باش نحط الاستقاله راه ما عمرني نديرها، راني مع هاد الفريق حتى الاخر. هاد الفرقه هادي خصني نستمر معاها لحقاش علاش باغيين هاد الفرقه هادي يطيحوها يقولوها لنا في الوجه نعرفو. دابا حنا هاد الشيء هذا ما بقينا فاهمين والو. المنحه ما بغاوش يجيو يصدقوا على المنحه ديال النهضه اللي كتهضر معاه كيقول لك لا، واحد كيقول لك معارضه واحد كيقول لك الاغلبيه. عند من غادي تشكي؟ احنا نسكتو غادي تدوز فينا؟ وهذا المكتب المسير راه المكتب ديما راه معايا ولاني المكتب راه خدام معايا معنويا ولاني ماديا ملي غادي تجي. احنا عندنا الاخوان راهم معانا فين ما مشينا راهم خارجين معانا كيتمشاو معانا تبارك الله عليهم خدامين ما عندي حتى اشكال مع شي واحد من المكتب. ولكن دابا فين عندنا مشكل؟ عندنا مشكل في المجلس البلدي. المجلس البلدي فين عندنا المشكل؟ عندنا مشكل انا كنقولها وكنتحمل جميع المسؤوليه
من جمال الحمزاوي اللي عضو ديال البلدية سلوان اللي مرشح ديال بلدية سلوان راه في 19 انا كنتحمل له لهاد السيد هذا المسؤوليه. لحقاش علاش هاد 19 هذا انا ما نتحملهاش مسؤوليه كامل، ولكن على راسهم هو جمال الحمزاوي هو اللي خاص ينوض، وعلى دليل هو كان رئيس ديال نهضه شباب سلوان قبل ما يدخل المجلس. راه عيب وعار السي جمال، عيب وعار. الا عندك معايا شي مشكل اجي واجهني، الا عندك مشكل مع المجلس ولكن فين وصلنا فين 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 لقينا الدليل بالله تسالات كاع. هو راه عيط ليا سي سعيد الرحموني، انا راه كنقولها وكنعاودها، سي سعيد الرحموني عيط ليا قال لك اودي راه جمال الحمزاوي والاخو الاعضاء اللي معايا في المجلس الاقليمي راه ما بغاوش باش ندوزو لك المنحه، وشحال فيها في هذه المنحه هذه؟ فيها 10 مليون سنتيم. الصراحه الرئيس ما خلانا ما نقولوا، يعني باقتضاب وباختصار الرئيس قال كل شيء. يعني احنا ما خلانا ما نقولوا، يعني حاجه واحده نقطه واحده كنركز عليها، ان الرئيس ماشي يعني قصد اشخاص ولا يعني كيعاير شي واحد ولا، وانما كلمه اخرى انه يعاتب. حنا كنقول الرئيس كيعاتب هاد الناس علاش؟ لانهم تحملوا شويه المسؤوليه في المنحه اللي ما تعطاتش. وحنا كنتمنوا من الجميع انكم تفهموا الوضع ديال الرئيس وتفهموا الهضره ديال الرئيس وتفهموا شنو كان ليهم الرئيس، والنقطه راه وصلها ليهم. هو باختصار قال لهم كل شيء، ونتمنوا هما يكونوا فهموا الكلام ديالو، ونتمنى لهم الله التوفيق ان شاء الله. واش انا ماشي كدوزو الركراكي؟ انا ما كنجيبهاش لولادي، انا خص تعرف الراي العام يعرف هذا الشيء هذا. انا ما كيعطيوهاش ليا ولا هما كيعطيوها من جيبهم. انا هاد الفلوس المال العام، انا الفلوس ديال الوزاره الداخليه علاش راه كدوز لاخر الجمعيات؟ انا ما كيعطيوهمش ليا. هاد العبد الضعيف اللي كتشوفوا قدامكم راه كيكافح باش يطلع مدينته. احنا على دليل جبنا لاخر المدينه، جبنا الغازو، فين راه التيران؟ فين الارضيه؟ شكون اللي غيدير معاك اتفاقيه شراكه؟ استقبلني سيد العامل، مشيت لعندو، عيط لي مدير الديوان استقبلني، مشيت لعندو، دار لي واحد الاستقبال في مستوى، قال لي راه حنا معاك، ولكن راه حنا خصنا نشوفو هاد المجلس دابا اللي عندنا راه فيه مشكل. هاد 19 هادو دابا ما نتحملهمش مسؤوليه كاملين، راه كاينين الناس اللي راهم تماك ما صحابلهمش غادي يوصل هاد الشيء لاخر لهاد الطريق هذا. ولكن السي جمال انا راه كنقولها لك من هاد المنبر هذا، راه هاد الشيء اللي كدير راه قرب قبل ما تخسر مدينتك. شوف شي طريقه اللي باش غتصوب هاد الشيء هذا، راه هاد الشيء فين راك غادي راه ما يخرجك. راه السكينه اللي عطات دارت فيك الثقه صوتت عليك، راه صوتت عليك باش تخدمها، ولكن كنتي كتقول راني في المعارضه. دابا راه عندك 19، راه عندك الاغلبيه، عندك الاغلبيه، اي حاجه بغيت ديرها ديرها. الا بغيتي تعطي النهضه 300 مليون تعطيها لها، ما كاينش اللي يوقفك. وحنا نزيدوك حتى المجلس الاقليمي باش تعرضنا في الاخر 10 مليون. انا راه كنقولها وكنعاودها، الا عندك شي مشكل معايا اجي واجهني. انا راه كلشي خاويه، ما عندي مشكل حتى مع شي واحد، ولكن راه هاد الفلوس هذا راه ما كتعطيهمش السي جمال من جيبك. الا كتعطيهم من جيبك بلا ما تعطيهم لنا، الا كانوا ديال المجلس الاقليمي ولا ديال المجلس البلدي، هادي راه مسؤوليه. كي عندي انا مسؤوليه في الكره، اي حاجه كنديرها خص راه عندي عليها مسؤوليه. ولكن الا انت راك تماك عضو لا في البلديه ولا في المجلس الاقليمي، راه خصك صاحبي تخدمنا، راه تخدمنا. الا راه كتحضروا في الدوره شكون اللي كيتهرس؟ كيتهرس الجمعيات وحده. حسن الغريسي اللي رئيس مجلس بلدي هو الاشغال ديالو راه كيخدموا، راه كيخدم وكيشطوا الشوارع، كيدير كاع اللي بغى راه كيديروا. علاش يدير الحاجه اللي ما يقدرش يفوتها؟ راه كيفوتها له العامل، ولكن راه حنا اللي كنضيعوا. انا ما قدوش نسكتو، انا راه ماشي كنضرب فيك عندي معاك شي حساب ولا شي حاجه، انا ما كنضرب حتى بشي واحد، انا كنهضر على حقي. مادام رئيس ديال نهضه شباب سلوان من حقي نهضر على هذا الشيء هذا. انا ما عندي مشكل حتى مع شي واحد، وما عمرني تجرات نضرب شي واحد، ولكن السي جمال راك كنتي رئيس ديال النهضه، راك خديتي هذه المسؤوليه. الا كان واحد العبد الضعيف اللي غادي يمشي هاد الفرقه من فلوسه، مشينا العام اللي فات وزدنا هاد العام هاي عامين
ودابا رانا نلعبوا في الهوات، المنحه ديال 2019 ما كايناش، وكي غادي ندير؟ ما خدوش نسكتوا على هذا الشيء، خاص تخرجوا معنا عند واحد الطريق. اذا عندكم شي مشاكل في المجلس سيروا شوفوا كي شنو حلوها، ولاني باش غادي انا راه عيطت لك مرارا وتكرارا، عيطت لك ماشي خطره ولا جوج، كنقول لك السي جمال الله يجازيك بخير، شوف كي غادي دير دوزوا لنا هاد المنحه، ولاني انت قابض في الاخر في الهضره ديالك. بالله انايا ما غاديش نعطي اليد لحسن الغريسي اللي هو رئيس مجلس بلدي، داك الشيء كيهمكم نتوما، انا خاطيني منه، ولاني انا كنهضر على حقي، الفلوس ديال المجلس البلدي ولا مجلو الفلوس ديال المجلس الاقليمي خصها هاد النهضه هادي غادي نوصلوا عليهم فين ما، ما غاديش نسكتوا، انا غادي نوض غادي نوصل هاد الشيء، واخا نوصل عليه فين ما غادي نوصل عليه، واخا حتى الا ما دارنا والو العامل الاقليمي الناظر غادي يمشي حتى الوالي ديال وجده، انا راه هاد الشيء هذا ما نسكتش عليه، ومهم ملي غادي تبدا البطوله ما غاديش نلعب، غادي هاد الشيء هذا نشوف فين غادي يوصل، راه عيبوا على صاحبي. حنا نمشيو نخليو كاع هاد الكره هاد نخليوها ندوزوها، انا ساكن في الدائره ديال جمال الحمزاوي اللي كيكون فيها الدائره ديال 13، حنا ما نمشيوش بعيد. واش شي نهار دخلتي عندنا هنا السي جمال سولتينا شنو خاصنا؟ واش شي نهار جيتي لعندنا هنا قلتي لنا شنو خاصكم؟ راه كاع صوتنا عليك، صوتنا عليك باش تخدم لنا، راه ما جايش براني، راه ولد سلوان، رانيش براني انا، حتى انا راني ساكن في الحومه ديالك، فين راك ساكن انت؟ راني ساكن تما في الدائره ديالك، راه صوتنا عليك باش تخدم لنا، غادي دير لنا المصالح ديالنا، راه ما عمرك سولتي فينا كاع. انا كنطلب من هاد السكينه سلوان غادي يشوفوا المكتب الجديد، يشوفوا مجلس جديد، راه ما كاين والو، ما عندنا لا ملعب، ما عندنا لا الاخر اللاعب اللي غادي دير الدراري صور، غادي دير لهم ولاد سلوان. انا ملي كنمشي للناظور ولا نمشي للعلوي ولا نمشي لزغنغان كنشوف الدورين الدراري صغار كينوضوا ميني والكادي والجينيو، حنا فين غادي نلعبوا؟ نلعبوهم في التراب، نجيبوا ولد عنده 10 سنين نديوه للتراب يلعب، فين غادي نديوه يلعب؟ اي واحد غادي تمشي عند الاسره ديالو يسلم لك ولده عنده 12 13 عام ما يقدرش يعطيه لك، تمشي تهرسو في التيران، راه ماشي هذاك ماشي تيران، هذاك راه بحال اللي مشيتي للجزاره ديال الاخر فين كيذبحوا، وفين الناس هاد المسؤولين اللي غادي الناس اللي غادي يخدموا لنا السكينه سلوان، وعلى دليل سكينه الاخر المجلس البلدي ديال سلوان اغلى مجلس اللي كيدير فائض، خصنا يشوفوا لنا شي حل. حنايا على شوف انا ما كنضرب حتى فشي واحد، كنضرب على حقي، كنضرب على حقي، ولاني باش نجمع 19 غادي نهضر على 19، كاينين الناس اللي باش ما يديوش عليا شي نظره يقولوا له راه كيضرب كيجمعنا ولا، انا كنهضر على الناس اليوم بان، وعلى دليل معيط ليا الرئيس مجلس اقليمي اللي هو سعيد رحموني قال لي ودي اخويا، وقالها لهم قال لهم راه غادي نقولوها لهم، انا عيط ليا قال لي اخويا انا ما بغاش يفوت لك المنحه، من حقه حتى هو كيصوت معهم، ولكن يا خويا حنا ما نسكتوش، واخا غادي نوصلوا هذا الشيء حتى، وعلى دليل قبضت الاخر الهضره من رئيس المجلس الاقليمي قال لي راه 10 مليون، حنايا ما توصلنا لا ب 10 لا ب 5 لا ب 3 لا ب 2، البلديه مشات 2018 زدنا 2019، راه بزاف اخويا راه بزاف، واش بغيتي نحط السوار تمشي بحالي هذا الشيء اللي كتستناه؟ ولا كتستنى كل عام كتقولوا له الركراكي راه غادي يوقف؟ انا ما فهمتش دابا، واش خايفين مني ولا عندكم حسابات معايا ولا مع المجلس؟ انا ما فهمش والله ما فهم حتى حاجه، راه حتى كره سياسه، حتى كره القدم راه فيها السياسه، ولكن راه صاحبي حشومه راه هذا الشيء راه كيدوز للعظم. شوفوا لنا الله يجازيكم بخير السي جمال، السي جمال راه العواشر هذا ما عمرني ضربت انا بشي واحد، الله يجازيك بخير. إذا كانت عندك شي غيرة بصح على هاد سلوان هذا، إذا كان عندك الغيرة أنا خصك تنوض غادي تشوف هاد الفريق هذا، غادي تجي تشوف ما جاو دعمونا من المال ديالهم كيحاسبوا الركراكي، ما عمرني شي واحد جا قال لي هي واحد 10 المليون ولا 5 المليون، أي أخويا أنا ملي كنشوف الهلال الناظوري كيديروا الآخر في الدور الآخر سليمان حليش ولا الأعضاء ديالو، والله العظيم الا كنشوف واحد الحاجه اللي تبارك الله عليهم،
انا يلا شفت واحد الفيديو داروه وذكروا حتى سلوان تبارك الله عليهم على دوك الناس. قالوا له اخا غادي نهزوا 300 مليون نعطيو هذا الفريق الى يلعب على الطلوع. هما الناس اللي خدامين واخا ما طلعوش هذا العام ولين العام الجاي الا داروا لهم نيشان 300 مليون راح يطلعوا. راه الفلوس اللي كتطلع عندك فلوس تطلع وكيستناو الركراكي قالوا راه طلع الدوزيام هو ترى غادي يرجع بلاصتو راه غادي نزيد قسم اخر نزيدو بجهد الله سواء عطاو لي الدعم ولا ما عطاوليش الدعم ولكن حنا هذا الشيء هذا غادي نهضروا عليه غنوقفوا والله ما نسكت الا عندهم على الغيره على سلوان راه كاملين دازوا في هذا المكتب ها هو داز الاخر كيسميتو علي شيخي طلعوا الدوزيام هو حتى هو جمال حمزه وحتى هو طلعوا ياك طلعوا حتى هو الدوزيام هو هاي كان دزتو في هذا المكتب هذا ولا دزتو خدموها صاحبي خدموه راه الركراكي ماشي الفرقه ديالي انا راه الفرقه كتمثل مدينه سلوان راه مدينه سلوان راه قميص واحد فيه نهضه شباب سلوان ما فيهاش النهضه ديال الركراكي راه والله ما نسكت غادي نتابعكم على هذا الشيء هذه دوره دوره وغادي نفضح هذا الشيء هذا اي واحد دار شي غلط راه غادي نحملو مسؤوليه راه ماشي غير انت لا من الطرف الاخرين لا من نتوما احنا يا خدامين كرة القدم ما جايين نسرقوا ما جايين نديو لشي واحد شي حاجه وما جايينش نتهموا شي واحد وما عندناش مشاكل مع شي واحد احنا كنهضروا على اطار كرة القدم والجمعيه ديال نهضة شباب سلوان وكنقولها ونعاودها وكنطلب من جميع الجمعيات اللي عندنا في سلوان ينوضوا يتحدوا ينوضوا يغوتوا على حقهم اما شي هذا كيعطيو له 2 مليون الدعم حق راه كيخاف من الاخر راه الخوف من الله راه كاين الله هو اللي ما اللي غادي نخافوا منه اما العبد ما عنده ما يعطي لنا راه عاطيه هو الله اللي كياخذ شي منحه من شي جمع من عنده شي جمعيه لا من كره اليد ولا من جمعيه اللي كاينين في سلوان عندنا 310 ديال الجمعيه ينوضوا يغوتوا على حقهم واخا يكون واخد غير مليون ماشي انا راه هذا دارني في الجمعيه لا حق خصني ما نديرش عليه لا خويا راه هذا الشيء هذا راه مسؤوليه راه علاش البلديه علاش دايرينها باش تخدم المصلحه ديال المواطنين وكنشكركم وكنشكر ساكنه سلوان واستسمح الا درت شي غلط ولا قلت شي حاجه ولا الا خويا انا كنهضر على حب الغيره على مدينتي وعلى دليل انا يا راه ماشي مشكل احنا نهضروا غير على واحد النقطه مهمه قبل ما نختم انا راني دابا نمشي عند هلال الناظري نقول لهم روح احبابي نتوما اللي جايبين الدوزيام مورايا روح اخويا نعطيكم الطلع وغادي غادي تنوض معايا السكينه كامله غادي يقولوا للكراكي راه باع ولكن الكراكي ملي يخدم دابا ما كاينش اللي يعطي له يدو ها الا انت دابا عيطت على المكتب المسير ديال هلال الناظري نقول له اجي اخويا اجي غادي ندير انا غادي نوقف هذه الفرقه كاع من حقي رئيس ديال الفرقه غادي نوقفها انا كاين بزاف الطرقات باش غادي نوقفها ياك غادي نعطي لهم يطلعوا عليهم هما غادي يبقى فيهم الحال غادي نوضوا يحاربوني وليني ملي خدمت المعقول ما كاينش اللي ما كاينش اللي يشوف فينا راه خص الناس اللي يخدموا ونتتار زي نتتار زي الشركات غنوضي ثاني اللي تمديت من سروال يمكن غنوضي 72 شركه يمكن كثار يمكن مهم الشركات اللي عندنا هنايا خصني نوضوا يوقفوا معنا راه هاد الفرقه هادي كتمثل المدينه ديال سلوان وهاد الشركات راه موجودين عندنا هنا في سلوان الا دار غير معمل معمل شارك معنا في شي مبادره ودعم هاد الفرقه هادي راه ما غاديش نحتاجو من شي واحد غادي يدعمنا غير داك الشركات ومجلس بلدي راه نقدو نكافحو البطوله كامله كنطلبو منهم من التجار من اللي عندهم الشركات هنايا ينوضو يساندو هاد الفرقه هادي راه لعب ان شاء الله في الهوات دوزيام هوات كنطلبوا غادي كل شركه غادي نمشيو نحطوا لها الملف باش العام الجاي ينوضوا يوقفوا مع هذه الفرقه نهضه شباب سلوان اللي كتمثل مدينتهم وعندنا واحد النقطه اخرى ما نسيت ما قلتهاش هي ديال احنا عارفين اي فريق في الجهه الشرقيه ملي كيطلع كيدير ورقه الصعود اما الجهه ولا مجلس اقليمي يعني كدعم داك الفرقه على بريمونتي اي لاعبين كيستناو بحال اللاعبين اللي لعبوا معنا ملي كتسالو البطوله كيقول لك خصك تعطي لي بريمونتي بحال مجلس الجهه اللي راه سي بي وي خص حتى هو يشوف
هاد الفرقه هادي كنعطيو هاد النداء هذا لمجلس الجهه، يعني غادي نوضوا يعطيو لنا شي دعم ديال بريمونتي ديال هاد الفرقه هادي اللي طلعت الدوزيام هوات، لحقاش اي فرقه ملي كتطلع كيدعموها بيجن اطار. واحد الاطار اخر اللي غادي نهضروا عليه على حساب احنا راحنا غادي نلعبوا في دوزيام هوات، يعني غادي نستقبلوا الفرق الفرق من جميع المدن. احنا كن نعطيو هذا النداء هذا باللي العام الجاي ان شاء الله انا غادي ندوز هذا شهر رمضان وغادي نوجدوا فريق، يعني فريق اللي غادي يلعب في الهوات، يكون فريق نديروا واحد فريق اللي غادي يكون في المستوى، يعني راه ماشي طلعنا الدوزيام هوات وغادي نقولوا راه سالينا، يعني راه غادي نديروا اكثر المجهودات اللي درنا في في الاخر في العصبه، منين كنا لاعبين في العصبه، يعني غادي نديروا مجهودات باش هذا الفريق هذا غادي نلعبوا على ورقه الصعود باش نطلعوا البروميير هوات. وعلى اطار ثاني على حساب انا هذا الفريق هذا ما غاديش نتخلى عليه، يعني هذا الفريق هذا غادي نكمل معاه واخا يعني باش ما كاين غادي نوصل هذا الفريق، يعني هذه المدينه هذه عندي عليها الغيره، بغيت يكون عندنا واحد فريق كيلعب الكره بحال بركان، بحال نهضة بركان، بحال مولودية وجدة، بحال الحسيمة، يكون عندنا فريق في المستوى. كنتمنى اما يكون عندنا في سلوان ولا في الناظور، المهم في الماء اي ولا في الفتح الناظوري حتى هو اللي راه كيلعب في لوميان هوات في النخبة. احنا كنتمناو يكون عندنا فريق في المدينة ديالنا على الاقل، بعدا ما نمشوش نطلعوا لبركان ولا نمشيو لوجدة، حتى هذاك فريق ديالنا، ولكن يكون عندنا في اقليم الناظور فريق يكون كيمثل المدينه، الساكنه ديال الاقليم كامل كتلقى فين كتمشي تدوز الويكاند ديالها، اما في الحد ولا في السبت فين كيكون لي ماتشات. حنا هادشي اللي خصنا، الا بقينا هكا كل واحد كيهرس منا، واحد كيدير الاخر خروقات منا، راه ما غادي نوصلوا حتى لبلاصه. علاش الناظور بقى اللور؟ راه هذه هي النقطه.